محمد صلاح عبد الفتاح، طبعا سعيده جدا ان انت النهارده مشرفنا في المصري اليوم، واتمنى ان انت تكون دايما معانا، نورتنا. انتوا يعني انا سعيد بدعواتكم الكريمه دي، وطبعا ليا شرف ان انا اكون موجود معاك النهارده وموجود معاك لاول مره كمان. يعني ده شرف كبير جدا ليا طبعا، وخاصه ان احنا موجودين في الوقت الحالي مع بعض في ظل ازمات تحكيميه كبيره جدا وجدل كبير قوي واسع في الشارع المصري الكروي بسبب الاخطاء التحكيميه الكبيره، انديه وصراعات انديه مع بعض، صراعات انديه مع الرابطه، صراعات انديه مع لجنه الحكام، صراعات انديه مع اداره المسابقات. فيعني وقت مهم جدا وزخم كبير قوي للاحداث التحكيميه تحديدا بالزبط. فطبعا حضرتك موجود معانا النهارده علشان يكون في ايضاح لكل النقط اللي كانت موجوده خلال الفتره اللي فاتت في التحكيم هنا في الدوري المصري. شوفي، هي الازمه مش بادئه من الفتره القريبه، ده بادئه معانا من بدايه الدوري. لو نفتكر من اول الاسبوع الثاني بدات معانا الاسبوع الثاني، وهاخد من تصريحات رئيس لجنه الحكام. خليني انا بحب دايما اروح للمسؤول عن الملف ونشوف هو عمل ايه وعالج الامور ازاي. يعني خلينا من الاسبوع الثاني، مباراه الزمالك والمقاولين بداتها بدري قوي، معانا هنجيب الفتره كلها. تمام، يلا بينا. الزمالك والمقاولين كان في ركله جزاء ولم تحتسب لنادي الزمالك، كان الحكم امين عمر وكان على الفار محمد عادل، حصل نقاش بينهم. لو نفتكر، لو نرجع كده ورا، صوت امين عمر طلع في على الهواء بالظبط، فكان تصريح رئيس لجنه الحكام، المفترض ان هو راجل عارف وفاهم التفاصيل كويس قوي، طلع وبرر المشهد ده بعيدا عن التحكيم. قال المخرج خالف بروتوكول الفار. ده تصريح بداية كده. المسؤولين في اتحاد الكورة لما انا الراجل رئيس اللجنة الحكامية طلع تصريح زي ده، ده معنى كده ان هو بعيد تماما عن تفاصيل البروتوكول وتفاصيل قانون اللعبة. ومن هنا بقى بدأت الأزمات. اوكي، يعني انا اجيب لك دي من الاسبوع الثاني. نتوقف بس كده، وممكن تقول لنا البروتوكول بيقول ايه في الجزئية دي؟ هو هنا المخرج ملوش علاقة نهائيا بالبروتوكول. تمام. البروتوكول ده ما هو إلا بينظم التدخلات حكم الفار مع حكام الملعب في حالات محددة. طبعا عارفين الهدف والتحديد الهوية وركلة الجزاء، دي الحاجات اللي الناس عارفها. لكن النهاردة خليني أقولك، الفيفا مثلا في بطولاته دلوقتي استحدث أمر جديد في الفار، إن أنا لما بروح أراجع كحكم فار برجع وبقول للجمهور القرار وبعلنه. تمام، معنى كده إن المخرج ملوش علاقة، ما هو الراجل الناس سمعت الحكم. أوكي. مش ده بيحصل؟ مين المسؤول عن فتح صوت الحكم في الوقت ده؟ الحكم بيتكلم عادي، ما انا المفترض وانا واقف قدام المراجعه في التلفزيون يطلع عادي. عادي يعني؟ عادي، مفيش ما يمنع. أوكي. ليه؟ هقول لك ليه مفيش ما يمنع. اولا الحوار ما بين حكم الفار وحكم الملعب هو بيدور في اطار اعتبارات اللعبه، اعتبارات هاخد القرار على اي اعتبارات. فانا المفروض لما بتكلم انا ما بقولش سر. دي مش مكالمه تليفونيه. بيقول لي في ركله جزاء، بقول له ليه؟ بنتكلم بنتناقش، ده امر طبيعي. بدليل يعني استشهدت لك ان الفيفا استحدث امر في بطولاته لما الحكم يراجع، لا بيرجع ويشرح للجمهور هو خد القرار ليه. فهنا احنا مفيش مخالفه. فهو دي كانت البدايه، دي البدايه اللي خلتني ستوب، اللمبه الحمراء نورت هنا. لا، الراجل ده بيتكلم كلام مش موجود في ارض الواقع وملوش علاقه بقانون اللعبه نهائيا. تمام. فهنا ثم بقى استمرت الازمات لحد ما وصلنا بقى للفتره اللي احنا فيها دي. شفنا طبعا الازمه وشكوى نادي المقاولين يعني على حكم اللقاء، رايك وهل ده صحيح؟ شكوى المقاولين صحيحه؟ القرار اللي بيتخذ في الحاله دي بيكون ايه؟ هو نادي المقاولين برضو، عشان نادي المقاولين اصدر بيان بعد المباراه بالظبط، وبعدين محدش رد عليه، ثم جدد المطالبه مره اخرى، ونادي المقاولين استنى. ليه محدش رد عليه؟ عشان ما عندهمش رد. يعني ايه ما عندناش؟ مش هيعرفوا يردوا. يعني ازاي؟ طيب هقول لك ليه مش هيعرفوا يردوا. ماشي. ومش هيردوا. ماشي، ولو ردوا يبقى الرد اعاده المباراه. تمام. النادي المقاولين استند. هو ده صح على ما اعتقد؟ هو ده صح. المباراه هو ده الخطوه او الاجراء الصحيح المفروض يحصل، صح؟ بس هو بريرا وضع اتحاد الكوره في ورطه كبيره جدا. ازاي؟ هو بريرا يعني عين محمد الحنفي. محمد الحنفي واحد من حكام اصحاب الخبرات الكبيره جدا، مفيش خلاف عليه، الموضوع ما يخصوش هو اللي حطه في الموقف ده. تمام. قال لك انا ده تصريحات بريرا، قال الحكم اجرى اختبار معتمد من الفيفا وطبقا للائحه. اوكي، هو اصلا يعني لم يتم اجراء اختبار من الاساس مبدئيا كده، وقال ده اختبار اس دي اس. الاس دي اس ده ما هو الا قياس للياقه البدنيه للحكام، وفي اللائحه الداخليه للجنه الحكام مكتوب كده، لان الاس دبل اس ده هو قياس من ابتكار الاتحاد الاوروبي.
واحنا هو طلع قال دي لائحه الفيفا والاختبار معتمد. لائحه الفيفا ما فيهاش الا اختبار واحد فقط هو الوارنر تيست، وده المعتمد لكل الدوريات اللي في العالم وكل البطولات القاريه والدوليه. فانا النهارده عشان اي حكم يكون موجود في اي بطوله لازم يجري هذا الاختبار، ما اجراش هذا الاختبار اصبح ان هو غير معتمد وغير مؤهل لاداره اي موضوع. لان محمد حنفي رسب في اختبارين، ولائحه بريرا بتقول ان انا بعمل لك اختبارين بس في الموسم ولكن مالكش الحق في هذا الاختبار الثالث. هروح لك بقى كابتن محمد فاروق بعد كده طلع في تصريحات وقال لا اللائحه بتنص، واستشهد بنص ورط اتحاد الكره تاني. استشهد قال لك انا من حق اللجنه تعمل تكرار للاختبار. هو اولا ما ذكرش انهي اختبار، هو المفترض اللي هو الوارنر. والبند اللي استشهد بيه ده بند فقط في حاله لو ايقاف النشاط، يعني زي كده ما مرينا بازمه كورونا في فتره توقف كبيره، لكن مش اثناء الدوري ما هو مش شغال ما ينفعش. حتى مكتوب كده في البند ما ينفعش الاستناد للبند ده يعني. لا لا مكتوب كده في البند ان انا بكرر الاختبار في حاله ايقاف النشاط فقط، مكتوب كده في اللائحه. فالكابتن محمد فاروق ورط اتحاد الكوره تاني. نادي المقاولين بيكلم الرابطه، ما بيكلمش اتحاد الكوره. فالرابطه امبارح او اول تقريبا بتجدد طلبها تاني لاتحاد الكوره، ردوا علينا. بيريرا ما بيردش على اتحاد الكوره، بيطلع تصريحات قال انا اللائحه بتقول كده. طب هي فين اللائحه؟ ما فيش لائحه، ما يقدرش يطلع لائحه لان الكلام اللي بيقوله غير مطابق للائحه. فهنا من حق نادي المقاولين اعاده المباراه، والمباراه اصبحت في شبه كده في حكم المباراه الوديه، لان هي ما اصبحتش مباراه رسميه، الحكم اللي ادارها حكم لم يكن مؤهل لاداره المباراه. واتحاد الكوره مش هيرد. طب ازاي؟ طيب دلوقتي في نادي محتاج رد على الشكوى بتاعته. الرد الوحيد لازم يرد عليه ويقول له احنا قررنا اعاده المباراه. ولو ما بعتش رد؟ المباراه من حق نادي المقاولين ان هو يصعد الامر. يصعد الامر بقى كاس وفيفا والكلام من حقه. بنسمع كتير عن عقوبات للحكام وايقافات للحكام عن مباريات والفترات الطويله، بس ما بيتمش عنها الاعلان رسميا سواء من لجنه الحكام او من اتحاد الكوره. ايقافات الحكام دي بتحصل بجد ولا بيبقى كلام لترضيه وتهدئه الشارع المصري الكروي يعني؟ شوفي، هو في تعليمات للاتحاد الدولي ولجنه حكام الاتحاد الدولي لكره القدم ان العقوبات الحكام لا تعلن. تمام. ده لما تكون فنيا تسرب بس. فنيا ممكن تسرب بقى، ده موضوع تاني. لكن بتكلم فنيا يعني انا عندي خطا فني وحسبت مثلا ركله الجزاء غلط، اوكي بيتم ايقاف الحكم زي ما اللجنه بتشوف، ولكن اللي بيعلن لو في خطا على مستوى السلوك. هنا ده يعلن. تمام. عادي مفيش مشكله. لكن النهارده المفترض يعني ان انا ليه بيقول كده الاتحاد الدولي؟ عشان احافظ على هيبه الحكم. فالنهارده حتى لما بيحصل تسريب ان في حكم تم ايقافه، اللجنة ما بتدافعش عن الحكم. والتسريب ده بيطلع منين؟ ما هو بيطلع من لجنة الحكام. طب انت عايز تدافع عن الحكم وفي نفس الوقت انت اللي بتسرب ان الحكم يتوقف؟ يعني زي ما قلت لك، هو التسريب اكيد بيكون علشان تهدئة الرأي العام وتهدئة الناس ان احنا خدنا اكشن حتى لو لم يتم الاعلان عنه، لكن احنا خدنا خطوة يعني. حلو قوي، انت قلتي جملة كويس حلو، ان احنا لسه بنقول عشان تهدئة الرأي العام. طب ما انا لسه قايل لك من شوية احنا ممكن نهدي الرأي العام بالمواجهة والاعتراف بالخطأ واطلع افهم الناس. ايه المشكله لما اطلع فاهم الناس اللي هم يا جماعه والله حصل 1 2 3 واللعبه دي فيها كذا كذا؟ الناس بتحب تفهم، الجمهور بيحب يفهم، وعلى فكره الجمهور بيفهم كويس اكيد طبعا وبيعرف قيم كويس قوي طبعا. فالنهارده عشان انا والجمهور بيغضب لما ما نحترمش عقليته، لان الناس بيغضب جدا، فهو بيبتدي انت بتسيب لي بتطلق العنان للاستنتاجات، فانا بقعد استنتج، فاستحمل بقى اللي يحصل لك، لان انت من الاخر من الاول ما واجهتش وكان عندك تصريحاتك او كلامك او شغلك ما فيهوش شفافيه. يعني احنا كل شغل الحكام لما تشوفي بره لجان الحكام في الكاف وفي على سبيل المثال التعيينات، احنا عندنا التعيينات هنا كارثه بمناسبه الشفافيه. انا بتكلم عن علاقه لجنه الحكام بالحكام، يعني هل تتخيلي ان تعيينات الدوري الممتاز اللي احنا بنشوفها دي طاقم التحكيم بيعرف زمايله من الصفحه الرسميه لاتحاد الكوره؟ طبعا دي ما بيتمش اعلانهم مع بعض ان انتوا هتديروا المباراه؟ لا، بيتم الاعلان عبر السيستم الخاص او عبر الايميل الكترونيا يعني، وانا بيجي لي المباراه محمد صلاح فتح عنده مباراه سين وصاد، طب مين معايا؟ ما اعرفش، وهوريكي حاجات من التعيينات ازاي بتحصل، بس طبعا مش دلوقتي. انا ما بقولش حاجه الا بالمستند. فطبعا دي حتى الشفافيه مش موجوده ما بين اللجنه والحكام.
دي رقم واحد. رقم اتنين، الحكام عندها غضب شديد جدا من الاجراء ده. ليه؟ بيقول لك انتوا يعني ليه بتعملوا كده؟ انتوا بتخونونا يعني؟ طب احنا الطقم. طب ايه المشكله لما تعلن طاقم التحكيم قبلها بيومين؟ عادي، هو مش سر. الاتحاد الافريقي لما بيكون عنده مباراه في ايا كان، في دوري الابطال او الكونفدراليه، بيبلغ الطقم قبلها بشهر، طقم بالكامل، وبيتم الاعلان عبر وسائل الاعلام ممكن قبلها باسبوع، قبلها ب 10 ايام. ايه الحكمه؟ انت نفسك جواك وجوه المنظومه مش شغال بشفافيه، فطبيعي تكون عندك اخفاقات في اللي بيحصل ده. واستحمل بقى من الشارع الرياضي بقى، ما انت نفسك خايف من حكامك. تيجي نرجع للازمات؟ نرجع للازمات. احنا عايشين فيها بالظبط. هنروح لازمه كبيره جدا وكانت مهمه قوي، لان ترتب عليها حاجات كتير خلال الفتره اللي فاتت، وهي ازمه نادي الزمالك. احنا شفنا طبعا قرارات تحكيميه كتير جدا في مباراه نادي الزمالك والنادي المصري، واللي بسببها ترتب عليه بيان لنادي الزمالك عدم خوض القمه، وبعد كده رجع تاني لاعب سيراميكا كليوباترا. خلينا بقى نتكلم على اللي حصل مبدئيا من مباراة المصري، وهل الزمالك كان فعلا تعرض لظلم تحكيمي خلال المباراة دي ولا لا، وبعد كده نشوف بقى ايه القرارات اللي ترتبت على الموضوع ده، رأيك فيها ايه؟ طبعا الأزمة في المباراة الزمالك والمصري المستمرة حتى الآن، كان سببها ويتحمل المسؤولية الكبرى فيها هو فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام. ليه؟ لأن احنا النهاردة عندنا مباراة وفيها أحداث تحكيمية جدلية، فيها مشاهد تحكيميه جدليه، مش قرارات تحكيميه، بتكلم عن مشاهد تحكيميه. شفنا مدير الفني نادي الزمالك بيدفع الحكم، مش هقول بيدفع، هو ضرب الحكم بالفعل. يعني خلينا، يعني كنت ببسط التوصيف شويه، انا شفت المشهد، يعني هو اللي حصل ان هي الايد اتمدت بالشكل ده في صدر الحكم، الحكم ما عملش حاجه ولم يستدعي زميله. انت تهاونت في حق نفسك، دي رقم واحد. عبد الله السعيد ليه مشهد مع احمد الغندور كلنا شفناه، كان يستحق عليه الطرد، احمد الغندور ما خدش قرار. نروح لمشهد ركله الجزاء اللي احتسبت لصالح نادي الزمالك، من البدايه حكم الفار محمود البنا ما كانش مطلع لنا صوره، احنا مش شايفين. الناس قاعده تقول هي دي ضربه جزاء لمسه يد ولا شد، صوره مش واضحه قدام. عندك في البروتوكول بيقول لك لو عندك صوره واضحه هات الحكم. فين عرفنا بعد كده انه جايبه على لمسه يد؟ من البدايه لمسه اليد اصلا مش موجوده، فاحنا بنحسب ركله جزاء مش موجوده لنادي الزمالك. ثم التنفيذ خاطئ والكره لم تعبر خط المرمى، وبمناسبه خط المرمى دي هقول لك على جزئيه مهمه. ثم بعد كده شفنا باهر المحمدي دخل لاعب نادي المصري واثر، كان يجب ان تعاد، فتاني خطا تاني، يمكن ده الخطا اللي هو هنا تضرر منه نادي الزمالك، ان ركله الجزاء لم تعاد. لكن نادي الزمالك بقولها لك بمنتهى الصراحه لم يظلم تحكيميا في المباراه، يعني المشهد فقط القرار ده، لكن يكفي ان مشهد مدير الفني مع الحكم. وهنا انا بحمل الحكم وحكم المباراه ولجنه الحكام المشهد ده. نتفاجئ ان لجنه الحكام بعديها تاني يوم بتقول لك الحكام ما عندهمش اخطاء. اوكي، ما عندهمش اخطاء، لكن الحكام تخاذلوا في حق التحكيم. النهارده انا لما اشوف المشهد ده عبد الله السعيد مع احمد الغندور، محدش يزعل مني، انا بتكلم بمنتهى الصراحه، والكلام ده كل الناس تقول ده امر ما يزعلش. احمد غندور لي كل الاحترام والتقدير، واخ وزميل وكل شيء، لكن المشهد ده شفناه مع حكام تانية، لا في قرار. هستشهد لك بمشهد تاني، محمد عادل لو تفتكري كان في كوت ديفوار في مباراه مالي وكوت ديفوار في امم افريقيا، كان في لاعب جاي عليه، هو ما استناش اللاعب، وهو كان بعد المباراه هو دافع عن نفسه، لكن لو كان اللاعب استمر كان هنلاقي كارت او في كارت احمر طلع. هنتكلم في بطوله كبيره بقى، مش هتكلم في بطوله قاريه، فده الامر متعارف عليه. النهارده كل الناس شافت المشاهد دي، نلاقي فيتور بريرا بيستفز الشارع الرياضي، مش هقول بيستفز نادي الزمالك بس. انت النهارده ما انت عايز مودي حكم وعايز تقنعني بيه وتكون قراراته مقنعه للفرقتين. خلينا نتكلم على الفرقتين اللي هو رايح يحكم لهم في الدوره الرباعيه اللي هي دوره الترقي للدوري الممتاز. بالظبط، لانهم على الرغم من بيان الزمالك والاحداث اللي حصلت في المباراه، ان الاثنين بيحكموا مباريات الترقي. بالظبط. انت النهارده رايح توديه في مباراه كمان مفيش فار في المباراه دي، ولقينا في مباراه سبورتنج ومنتخب السويس اعتقد تقريبا كان فيها خطا برضو الناس كلها اتكلمت عنه، الكره عدت خط المرمى تاني،
يعني بيحصل تاني موديل، وده هرجع للي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه اللي قلتي لي الحكام بتشوف زمايلها اللي بتغلط بتستمر في التعيينات واحنا ما بنغلطش، فاحنا بنكرر نفس الخطا تاني. طيب هو مين اللي حط الحكام في هذا الموقف؟ التعيينه. طب اداره التحكيم ليها اصول. انا النهارده لما الاقي حكم عليه جدال، انا اولا حفاظا على الحكم، حفاظا على الحكم بتاعي بالظبط لازم احميه فيبعد شويه علشان ريح شويه. أوه. انت اعمل ريكفري لنفسك شويه، يعني استعيد نشاطي اعيد حساباتي، لكن كده ورا بعض طب ازاي؟ ما هو ما ينفعش. فبالتالي في حاله عدم تركيز، هتلاقي في عدم اقتناع من الفريقين اللي هو بيحكم لهم، ممكن يحصل مشكله، ممكن واحد يقول له ما انت كنت امبارح وعملت كذا، هتلاقي حصل مشكله. طبعا كل ده هيخلينا نسال تساؤل، فين بقيه الحكام وفين الحكام اصحاب الخبرات؟ مش معنى كده ان احنا ما عندناش غير عدد قليل، لا عندنا حكام كتير. خليني اقول لك فين الثلاث حكام اللي كانوا موجودين في امم افريقيا اللي الناس كلها بعد ما رجعوا الناس كلها اشادت بيهم. امين عمر عظيم فعلا في كاس الامم الافريقيه، امين عمر، محمد عادل، محمد معروف. ليه ما بشوفهمش بيتكرروا بنفس التكرار زمايلهم؟ مع كامل احترام وتقدير والكل اصحاب خبرات والكل كفاءات، ولكن احيانا في الرياضه الحكم زي اللاعب زي المدرب ممكن يجي لي وقت انا مش في حالتي، ممكن نتيجه ايه بقى في اسباب. هو ده اللي انا بقوله، لازم اعمل ريكفري كده مع نفسي واقعد اعيد حساباتي. عشان كده لجنه الحكام لازم تتعامل مع الحكم، مالك تعالى في عندك مشكله، ما ممكن يكون عنده مشكله، طب ريح في زميله بقى موجود، لكن يا جماعه الحكام التانية دي فين؟ وبمناسبه امم افريقيا يعني عايز اقول لك على حاجه، محمد عادل، امين عمر، محمد معروف، ما فيش دور في دوري في بطوله امم افريقيا في كوت ديفوار لم يخلو من الثلاثه. الافضل افضل خمس حكام موجودين عندنا في الدوري. انت هتزعلي الناس. لا ماليش دعوه. طيب. انا متعوده منك على الصراحه. طيب هقول لك على حاجه، انا مش هقول الافضل من وجهه نظري، مش هتكلم بوجهه نظر دايما الافضل ده، لا على اداء. ما انا هقول لك الافضل ده بيبقى بناء على اعتبارات. مش انا دايما انا لسه قايل لك من شويه احنا بنتكلم في العلاقات الشخصيه والمجاملات والمحاباه، انا احنا بنختارهم بره المجاملات وبره الكلام ده كله. انت حكم خبير وعارف وليك خبرات طويله في التحكيم، فبناء على القرارات التحكيميه والناس الغلطات خلينا نقول بناء على الاعتبارات. ماشي بناء على الاعتبارات. طيب يعني هنقول الافضل، هنقول الثلاثه اللي هم مستمرين وماشيين بخطة ثابته سواء مع الكاف او مع الفيفا، امين عمر. ليه امين عمر؟ وهقول كل واحد هقول ليه. تمام. امين عمر هو الحكم الوحيد المصري المحترف مع الاتحاد الافريقي، هو امين عمر في قائمه الحكام المحترفين، هم قائمه اسمها البروفيشنال ليست. تمام. ده مش انا اللي بقول بقى ان هو الافضل، ده الاتحاد الافريقي بيتعامل معاه لانه حكم محترف، وهو واحد من المشروع البروجكت اللي الكاف مختار امين عمر من ضمن 18 حكم على القاره، هو الوحيد من مصر في الليسته دي، وبالتالي بيعدوه لكاس العالم. يجي بعديه محمد معروف المرشح الثاني لكاس العالم، والاداء وتعييناته في الكونفدراليه ودوري الابطال هي اللي بتقول ده. يجي بعديهم محمد عادل. محمد عادل هنا بقى، محمد عادل وهقول محمد عادل ومحمود عاشور الاثنين، لان الاثنين الكاف بيستعين بيهم على تقنيه الفار دايما في دوري الابطال والكونفدراليه، وبيستعين بمحمد عادل كمان في المباريات كحكم ملعب. فاحنا هنا بنتكلم في الثلاثه، انا هنا اللي بيحدد ايه مشاركتهم. تمام. مش انا اللي بقول، ده الكاف والفيفا اللي بيقول ان دول الثلاثه الافضل. تمام. روح بعد كده لمحمود عاشور على مستوى الفار. مستوى الفار، محمود عاشور لعب مباراه نهائي افريقيا، رايح الاولمبياد للمره الثانيه، هيكون موجود بقوه في كاس العالم اللي جاي، وده يعني ان شاء الله يحيينا كده يحيك ربنا. افتكري الكلام اللي بقوله لك ده. وهيكون معاه محمد عادل في حاله لما محمد عادل يتقلد الشاره الدوليه، ودي مشكله ثانيه عند لجنه حكام، يعني عندهم كده واضح ان احنا عندنا مشاكل كتير، عندهم ورطه كده في موضوع المفاهيم بتاعت الشاره الدوليه، لكن احنا هنا بنتكلم دول اللي هم الصوره او دول الواجهه بتاعتنا في التحكيم بمشاركتهم. هنروح بعد كده بقى للباقي، اعتقد ان الباقي يعني كل الامور الفروق الفرديه يعني متقاربه، ما فيش فروق فرديه كبيره، لكن دول الافضل بمشاركتهم. انت اكتر واحد
بتهاجم الاجانب هنا في مصر مع انك صاحب تجربه اصلا كاجنبي في اتحاد تاني. كنت اجنبي يعني، انا فعلا خدت تجربه احتراف في التحكيم، كنت حاكم. انا هقول لك انا مش بهاجم، انا ما بحبش كلمه هجوم دي، يعني بتنتقد دايما التجربه او مش عاجباك دايما التجربه وشايف انها مش حاجه صحيه هنا في مصر يعني. هقول لك كلام، هي تجربتك، هقول لك كلام اول مره يتقال. يلا بينا. ماشي. في ناس هتستغرب لما تسمع الكلام ده. انا التجربه اللي انا خدتها تجربه الاحتراف دي، انا كنت حكم، يعني كنت حكم في الملعب، وفي نفس الوقت بعد فتره تم اختياري من لجنه الحكام ان انا اكون مسؤول مع لجنه الحكام، وبالفعل اصبحت مسؤول عن ملف تطوير الحكام الصاعدين. انا بقول لك الملف اللي انا كنت مسؤول عنه. لما دخلت لجنه الحكام في الاتحاد القطري بقياده كابتن ناجي الجويني، كان هو رئيس لجنه الحكام ساعتها في الوقت ده، وهو يعتبر اجنبي تونسي وهو في لجنه حكام واختارني في الوقت ده. لما دخلت لجنه الحكام ما دخلتش لجنه الحكام عشان انا ابن فلان الفلاني، ابن صلاح فتاح مثلا اللي هو مين صندوق نادي الترسانه، ولا هو على وصايه هي تاني. اوكي، ما انت بتساليني. ساليني هجاوبك. انت برضو بتطلع وصايه وحاجات كده. اوكي، ما هو ده انا بتكلم على اللي بيحصل. انت بتقولي لي انت بتنتقد اللي بيحصل. فلما هناك، انت هناك لما الراجل كابتن الجويني قام قال لي تعالى اوكي هتبقى معايا، محدش ما جبتلوش واسطه عشان اقول له عايز ابقى معاك، هو شاف اوكي دخلت. لما ابتدينا بقى نشتغل في ملف اداره التحكيم، عايز اقول لك ان انا كنت مسؤول عن تعيينات. انا قعدت موسمين كاملين انا المسؤول عن ملف تعيينات الدوري للفئات السنيه. فطبعا لما تم تكليفي ان انا اكون موجود كنت مسؤول عن ملف التعيينات. بتتكلمي في الوقت ده انا كنت برضو ده اهم ملف اصلا في لجنه الحكام هو ملف التعيينات. انا مش كده بقول لك، انا بقول كلام اول مره الناس تعرفه. تمام. وناس كتيره، ناس كتيره انا بحب اكون واضح وصريح، ناس كتير يقول لك هو محمد صلاح ده كان فين؟ احنا ما شفناهوش قبل كده. انا بقول لكم انا كنت راجل محترف، ولما رجعت على الدوري المصري وطالع من الدوري المصري واستفدت كتير طبعا من كل اساتذتي اللي كانوا موجودين هنا في كل رموز التحكيم، مش عايز اذكر اسماء طبعا، ولكن بتكلم بقى على مستوى الاداره. لما دخلت الاداره بقى لقيت الموضوع لا موضوع كبير، وعشان كده انا بتكلم على الاداره وعلى لجنه الحكام من هذا المنطلق. يعني انا مش بتكلم يعني مش معيشتش هذه الادوار او انا بتكلم، لا انا بتكلم بخلفيه عشتها وخلفيه اداره محترفه. خليني اقول لك ان الاتحاد القطري لكره القدم كان في ساعتها بيستعد لان هو هينظم كاس العالم. احنا بنشتغل بشكل احترافي، واحنا في الوقت ده كنا بنطبق كل النماذج. كام سنه تحديدا؟ يعني انا رجعت مصر في 2015. تمام. وقعدت هناك تقريبا 9 مواسم او 10 سنين. ده وقت طويل قوي. قعدت فتره كبيره هناك وحكمت في دوري نجوم قطر، وفي كمان على فكره انا حكمت لاحمد فتحي لما كان في ام صلال. تمام. ماشي، بقول لك في حاجات كتيره الناس ما تعرفهاش يعني. لكن للاسف احنا عندنا هنا برضو يعني لازم يكون النموذج اللي احنا عندنا نموذج حد اجنبي بره ما حدش مركز عليه. لا احنا هنا بس ايه، لو انت بتتكلم لا يا عم وانت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده، طب ما تعرفوا احنا بنقول ايه ليه عشان ننجح، عشان نبقى احنا. للاسف لما كنت برجع اجازه كنت بلاقي المسافه بتكبر. احنا عندنا مثلا في فروق، بس كل ما ارجع اجازه عشان اعمل الاختبار هنا، كنت على فكره بعمل الاختبار هنا ومستمر زي ما انا عشان ممكن ارجع في اي وقت، الاقي الامور الفجوه بتكبر. احنا بنرجع لورا والاقي الناس بره تتقدم لقدام. طب ايه التجربه الافضل، كلاتنبرج ولا بريرا؟ الاثنين فشلوا. الاثنين فشلوا ليه؟ انا قلت لك من شويه احنا كنا كاجانب، انا كنت اجنبي في لجنه حكام في الاتحاد القطري، وكنت بقى احاسب تعالى فين شغلك، كل فتره فين شغلك وتقدم تقرير. هنا محدش بيقول لهم فين شغلك، هنا تعالى انت عايز كام يا باشا، عايز حزمه من الدولارات، اتفضل اعمل اللي انت عايزه بقى. حد بيحاسبه؟ لا. كلاتنبرج ليه قلت التجربه فاشله؟ يعني كلاتنبرج على فكره هو ده مش ذنب كلاتنبرج، اللي تعاقد مع كلاتنبرج عارف ان هو عنده ارتباط مع الاتحاد اليوناني بالظبط، كان هنا وهنا ده. انت طب ما هو بالعقل كده، انا ازاي عاوزني كلمه تطوير التحكيم دي على فكره كلمه غير مرتبطه بزمن،
التطوير التحكيم ده مستمر لا نهايه الى ما لا نهايه عشان بس الناس تبقى عارفه. لا واحنا كمان في وقت من الاوقات او في الزمن في الفتره الاخيره دي كل شويه بيبقى فيه تحديثات في القوانين، 70% من قانون اللعبه اتغير بالظبط، فانت كل سنه تقريبا بتلاقي فيفا بتعمل لك قانون جديد بتغير قانون بالزبط. قانون تسلل النهارده بتعدل دايما في تعديلات بالظبط، بيتعدل تعديلات ده النهارده الحكم من حقه ما اعرفش يعمل ايه، والاعتبارات بتتغير بتاعتك كل حاجه بتتغير، فبالتالي انت محتاج ان انت تغير طول الوقت او تثقف الحكام بتوعك طول الوقت باستمرار، مش الموضوع مش متوقف على وقت معين وهيخلص وباي باي مع السلامه روح بلدك بالظبط كده. عشان كده لما بتقولي لي انت قعدت بره قد ايه، انا قلت لك 10 سنين، احنا 10 سنين بنشتغل على ملف التطوير وقت طويل وما زال مستمر. يعني كابتن ناجي الجويني غادر، انا مشيت رجعت الدوري تاني، الموضوع مستمر. يعني الاستمراريه مهمه هي يا كابتن تمام، فبالتالي يعني الناس بتقول لك دلوقتي بريرا بقاله سنه. طب خليني في كلاتنبرج، خلينا في كلاتنبرج ناخد التجربه الاولى الاول. كلاتنبرج جه ابتدى يعود بيعمل ايه، هي الناس مبسوطه منه، في ناس مبسوطه منه بس الناس مبسوطه منه ليه؟ عشان كان بيطلع يعمل فيديوهات ماشي بيسجلها يقول الحالات التحكيميه والحاجات اللي حصلت في الاسبوع وياخد بعضه ويمشي. طب انت جاي للاعلام ولا جاي للحكام؟ بس ده مهم على فكره. حلو بس يعني انا مهم ان انت توضح للراي العام، لان الراي العام دايما مش مختلف، بيبقى فيه جدل طول الوقت. انا بطلع النهارده اقول الحكم بتاعي ده ليه اخذ القرار ده النهارده، وبوضح للجمهور وبوضح للانديه كمان وبوري ناس اذا كان الحكم بتاعي ادى بشكل صحيح ولا لا. انا مش مختلف معاكي، متفق معاكي تماما، بس لما اعمل ده بشكل احترافي وبشكل صحيح. هو كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل حالات وبيطلع تسجيلات الفيديو تمام. احنا عندنا هنا تناقض، بريرا لما المخرج طلع صوت امين عمر قال لك خالف البروتوكول، طب ما كلاتنبرج هو نفس الاتحاد ونفس المجلس كان بيطلع تسجيلات الحكام في الفار. ماشي بس ده بقى بيحصل في العالم كله مش عندنا في مصر. انا مش مختلف، انا لا انا مش مختلف على ده، مش حاجه هي لا انا بتكلم على التناقض. التناقض ما هو عشان بقى ده مدرسه وده مدرسه ثانيه. لا هي ما بصي هي ما فيهاش مدارس لان هي لوائح وقوانين. هي ما فيهاش مدارس بالظبط، لكن انا الجزئيه اللي انا عايز اقولها ايه، هو انت طالع جاي لو انت بتقوم بالدور ده مع الاعلام ومع الحكام بشكل يعني في مساواه او بشكل موازي اوكي انا معاك، لكن انت ما بتتعامل مع الحكام اونلاين وكل اللي همك الراي العام. طب انت جاي تطور الحكام ولا جاي تخاطب الراي العام؟ هو لم يطور، هو ما طورش. انا نظري الاثنين، انا ما بتكلمش، ما هو ده ما عملش ده. انا بتكلم ان هو مفترض ان هو يطور التحكيم وفي نفس الوقت يخاطب الراي العام ويوضح انا بعمل ايه وايه الحاجات الصح وايه. خلي بالك احنا مش مختلفين في النقطه دي انا وانت، ماشي احنا مش مختلفين، بس انا بتكلم هو ما قامش بالدور المطلوب منه في الاساس. يعني انا النهارده ما عملتش شغلي مع الحكام، وخلي بالك اي شغل رياضه، اي شغل رياضه التحكيم رياضه مش تحكيم. هتطور الحكام وانت اونلاين ازاي؟ هو في مدير فني بيخاطب لعيبته اونلاين؟ عدم تواجده باستمرار دي كانت مشكله وانا متفقه معاك فيها طبعا، لان احنا زي ما اتفقنا ان هو كان لازم يكون متواجد بشكل مستمر هنا مع الحكام عشان التجربه تكون ناجحه اكتر. يعني بس لو انت هتقارن بين التجربتين فاي الانجح؟ الانجح محدش نجح، محدش نجح بشكل ما يعني بنسبه اكبر من الثانيه. يعني محدش نجح والله، لم ينجح احد. لا عارفه مين اللي نجح في الفتره دي؟ مين؟ بمنتهى الامانه بعد ما مشي كلاتنبرج كابتن محمد فاروق تولى المسؤوليه. هنروح له ده دلوقتي. اوكي تولى المسؤوليه بعديها قبل ما يجي بريرا. الفتره دي كانت فتره فيها الدنيا فيها استقرار وفيها هدوء. بس ليه كابتن محمد فاروق عمل ايه ساعتها؟ كانت الناس كلها بتاخد حقها. انا بكلمك بمنتهى الامانه، انا يمكن مختلف معاه في بعض الامور ومش مختلف معاه في شخصه. على فكره كابتن محمد فاروق ده من الناس الجميله جدا يعني اللي انا بحترمهم جدا، لكن الفتره دي كانت فتره نجاح فعلا، وده انا برد عليه لانه طلع وقال تصريح انا بلومه لوم شديد جدا، لانه قال طلع وقال ان كل الناس اللي هي بتشتغل في الميديا او بتشتغل في الاعلام وينتموا لمنظومه التحكيم كلهم بيهاجمونا عشان عايزيننا نمشي واحنا وهم يجوا مكاننا. انا بس برد عليه بقول له يا كابتن فاروق انت فترتك دي انا واحد من الناس طلعت وقلت احنا لازم نقف مع الكابتن محمد فاروق لان انا مع المصري انه ينجح، وبالفعل نجح، وفي الفتره دي الكل كان داعم للكابتن محمد فاروق. انا بس برد على هذه الجزئيه. في مباراه من المباريات
انا كرئيس لجنه حكام بتفرج على المباراه وانا قاعد في اللجنه قاعد في البيت اي مكان يعني، وعندي تواصل مع الحكام على الجروب الخاص باللجنه. حكم العامل عنده حالات وفي المباراه سخنه يعني بين الشوطين، حكم عنده قرارات كويسه في المباراه اللي انا بتكلم فيها دي، بس مش هقول اسم الحكم ولا المباراه. والموقف الاول ده حصل كتير. قال له الحكم خرج بين الشوطين لقى بيريرا بعت له رساله بيقول له ايه، مباراه عايز اقول لك درجه صعوبتها عاليه جدا، هو انت رافع الشراب فوق الركبه ليه؟ انت بتتحداني؟ لا والله العظيم ده حصل. يعني هو ساب القرارات، انت عايزاني اقتنع بيه بشغله ازاي؟ لحظه بس يعني هو ساب القرارات التحكيميه في مباراه كامله وانت بتقول ان هي من اصعب المباريات. مش شوط اول، شوط اول صعب صعب وبيسالوه على الشراب؟ قال له كده بالظبط، قال له انت رافع الشراب فوق الركبه ليه؟ انت بتتحداني ليه؟ لان هو كان مدي تعليماته دي التعليمات اللي قالها على فكره من يوم ما جه، الشراب يبقى تحت الركبه، ما حدش يرفع الشراب فوق الركبه. هو ازاي برضه شراب فوق الركبه؟ يعني حته شويه. هو انا مش عايز اقف عند دي، يعني يعمل لهم ازاي؟ اللي يعمل التوس بتاع القرعه يعمله ويمسكه بايده، ما حدش يسيبه يقع على الارض. ففي حد ده في المعسكر عادي، ده بيحصل عادي بتحصل يعني. ففي المعسكر قالوا له ده دي تعليماته هو ما قالش حاجه تاني. دي التعليمات اللي اداها للحكام؟ والله ما بهرج، هو ده اللي حصل. لا ما تهزرش. في وحياه ربنا هقول لك حصل ايه؟ يعني. هقول لك حصل ايه؟ ده التطوير اللي بياخد عليه دولارات. الشراب والقرعه؟ الشراب والقرعه. ففي حد من الحكام بيقول له الكلام ده كان في معسكر. قال له طيب ما انا ممكن تقع مني غصب عني. قال له لا لما تتبلغ بماتش اتمرن عليها. فعلا قال له كده. ما تهزرش. والله ده فعلا قال لي انت. لا والله قال له كده. قال له اقعد في البيت اتمرن عليها عشان ما تقعش. لا ما تهزرش. والله ده حصل في المعسكر. ايوه قال له اتمرن عليها. لا يا محمد لا. والله ده حصل في المعسكر قدام الحكام. انا ما بقولش اسرار. فانا ما عنديش قناعات بيه. تعالي بقى في المقابل، يعني انا ذكرت لك روزيتي رئيس لجنه حكام الاتحاد الاوروبي، الراجل ده انا اشتغلت معاه في الملعب وجي بيحضرنا هناك، وانا كنت ساعتها حكم عامل في دوري نجوم قطر وكنت مسؤول في لجنه حكام. تمام. كان بيدينا محاضره عن ايه؟ بصي بقى الفرق. بيتكلم عن الضغوطات اللي بيشوفها الحكم وكيفيه التعامل مع الاعلام، ازاي هتعامل مع الاعلام وازاي انت تجهز نفسك نفسيا مع ضغوطات الاعلام ومع ضغوطات الجماهير ومع الامور دي. وهو بيستشهد بده حكى موقف، بيقول انا حكم في ايطاليا، طبعا روزيتي معروف في ايطاليا، وقال لك احنا عندنا مافيا، عندنا الموضوع مختلف تماما عن اي دوله تانية. كابتن محمد يعني انا كنت مستمتعه جدا 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 بالحوار معاك، يعني مش دايما بتلاقي حد صريح يتكلم او يرد اجابات واضحه وصريحه زي ما حصل ما بيننا وما بين بعض في حوارنا النهارده يعني. لا وانت بصراحه يعني شاطره، وانا اللي كنت مستمتع بالاسئله بصراحه. انا مبسوطه جدا ونورتنا وشرفتنا في المصري اليوم. انا سعيد بالمصري اليوم وسعيد بتواجدي معاهم لاول مره طبعا، وبشكركم ان شاء الله وبشكركم على الدعوه. كده ليا في حلقات ثانيه تكون كويسه خلال الفتره اللي جايه ونورتنا وشرفتنا. انا اللي بشكرك وبشكر دعوه المصري اليوم، بشكركم نورتنا يا كابتن. ربنا يخليك.